بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا المقطع غادي نتعرفوا على اش كتعني كلمه مكلخ. وهذه الكلمه راها باللهجه المغربيه وقديمه، يعني معروفه منذ القدم عند المغاربه. وهذا مكلخ، هذه الكلمه كتعني بليد وكتعني غبي. وهذه الكلمه ديال مكلخ نسبه الى نبته الكلخ، هذه اللي كتشوفوها في الصور امامكم، كياكلها الانسان وكيفقد التركيز ديالو وكيفقد الحيويه ديالو النشاط ديالو. هذا هو الكلخ كيتكال، ولكن خاص نعرفوا كيفاش كيتكال. كيستعمل في المجال الاعشاب وفي المجال الطبي. هذا هو البوبال او الكلخ. ملي كنقولوا مكلخ يعني لا يستوعب الاشياء. مثلا واحد الانسان غتقول لي 10 ناقص 9 كم، اذا اجابك بمثلا الجواب هو صفر ستقول عنه انه مكلخ. انظر هذا نبات الكلخ عنده واحد الساق مجوف فارغ، لذلك ينكسر بسرعة ويسقط خاوي، ولذلك شبهنا مكلخ بخاوي، كنقولوا خاوي مكلخ. الآن هذه الكلمة ديال مكلخ كتعني الكثير في هذا الوقت اللي حنا فيه، كتعني مثلا كنقولوا زرق، ولا نقولوا عي مثلا مجمك، زليجة، مطنق، مستوه، سطل، مفضي، كاين اللي كيقول بابا عجينة، يعني راسو خاوي. حنا كنأكدوا على هاد الكلمة ديال مكلخ نسبة إلى هاد النبات اللي هو الكلخ. وهاد نبات الكلخ أو البوبال كيفرز واحد السائل يتحول بسرعة عند قطع هاد النبتة، وخاصة عند قشرة الجدر كيتحول إلى اللون البني، اللون بني مسود، كنسموه حنا هنا في المغرب كنقولوا ليه الفاسوخ، وآخرين كيسموه بالحلتيت. عنده فوائد كثيرة ديالو، غير واد هاد الكلخ خاصو يكون تحت إشراف خبير أعشاب أو إنسان مختص في المجال. كيديروا بهاد الفاسوخ، كيديروا بهاد الشي ديال البخور، كيدخل في الاستعمالات الطبية كثيرة. وهاد النبات ما كتاكلوش هذيك الأغنام الحامل، لأن الأغنام الحامل اللي كالتو راه نبات سام بالنسبة ليا، ولكن ملي كيجف كتاكلو بعض البهائم. هناك اللي ما يعرفش يطبخو وما يعرفش يستعملو راه يخلي الانسان يفقد التركيز ديالو وكيخلي يفقد الحيويه ديالو النشاط ديالو. اذا هذا هو البوبال، كنا تكلمنا عليه في مقاطع سابقه. كان في واحد الوقت كان بكثره، ولكن الان مع التمدد العمراني ومع زياده السكان ومع الكثير نقص، ولا غير في البراري وفي الجبال وفي الاماكن البعيده والنائيه. هانتشوف كيشبه لذاك اكواز الدوره. لان هذه الكلمه راه مكلخ معروفه منذ القدم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.